البي سي اي يا حبايب ترى سهم ذهبي مميز، مع انه ما زال حتى الان في الاتجاه الهابط من قمة الموجة 50.5، الا انه شوفوا هذه منظر السحابة على الشهري. نحن يا حبيبي منذ ان اقتحمنا السحابة في شهر 11 نوفمبر من عام 2020 ونحن دائما فوق السحاب على الشهري. الحاجة الحلوة في البي سي اي، نرجع لشارتنا الطبيعي، في حاجة هنا مرة حلوة. ترى السهم يا جماعة شوفوا المدة اللي قضاها في عام 2017 و2018 و2019، كان عندنا هنا هذا قاع 2016، شوفوا هذا الترند حق 2016، شايف؟ كان له سقف هنا، شوفوا شايفين السقف ده؟ هذا يعتبر بالنسبة لي كتحليل فني كلاسيكي، هذه مرحلة، شوفوا القناة دي قديش جلس في وسطها السهم لما كان كاسرها أو كان يلعب داخلها، حصل الاختراق هنا، حتى شوفوا الاختراق هنا صارت فيه بربسة، اخترق ورجع كسر وجلس السهم يفحط 3 شهور بعد ما طلعنا من قاع كورونا إلين أسس من عندها وتحرك السهم وطلع، وسبحان الله يا جماعة راح بنى الدور الثاني. فلو جينا سوينا كده الآن مثلا قناة وجينا شفنا محل الاختراق، هل جاب هدف القناة الثاني ولا ما جابه؟ شوفوا كيف طلع البي سي آي ما شاء الله تبارك الله وراح جاب بالملي. شوفوا 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 هذا الكلام ما هو يعني تخمين ولا هي صدف، هذا قواعد كلاسيكي، بنى الدور الثاني وحقق هدف القناة. وأنا أذكر الله يذكره بالخير يوم كنا في البي سي اي ودق 47 48، قمت انا بعت خلاص طلعت من السهم. جاء واحد الله يذكره بالخير كان اسمه العالمي معانا في الزوم، قال اي سهم يطلع منه لانه انا بعت المتطور، قام طلع. جاء هو قال ما دام طلع ابو محمود انا ابغى ادخل، هذا شكله حيكمل البي سي اي. قلت له والله اذا يعدي 50 ويعدي السقف ويغلق فوقه على الشاري اي والله يبارك لك روح. طبعا السهم وقتها خلاص لف الطاره وبدا ينزل وانهى الموجه قريب ال 50 ريال. تعالوا نشوف لما حصل التصحيح في السوق السعودي في عام 2022 أين توقف البي سي آي؟ ماذا احترم البي سي آي؟ طبعاً أنت لو طلعت في الشارت حتلاقي إنه البي سي آي احترم إيش؟ احترم متوسط 50 على الشهري بس لا، واحترم القناة، سقف القناة حقت الدور الأول. لذلك الآن لو جاء واحد قال لي أنا أبغى فين الترند الصاعد؟ ما في شغلة فين الترند، أنت الآن بتنظر لموجة. دحين خلصنا الترند الصاعد في البي سي آي انكسر من زمان، لما تعالوا شوف لو تبغى تبني من قاع كورونا وين تبغى تبني؟ هذا الترند، شوفوا الترند هذا من متى انكسر؟ شوفوا انكسر واختبر، جاء كسره واختبره، روح البي سي اي خلاص يعني انهى الموجه وطاح السهم. بس لما طاح لما تيجي الموجه حقت عام 2016 اللي اكبر منها، اللي نحن دائما حتى في السوق السعودي نرسم سقف القناه ونقول وجودنا فوق ال 10500 و77 و10523، نحن فوق السقف، وهذا اللي مخلينا حتى الان شبه متفائلين، ما نبغى نفقد التفاؤل ان السوق حيرجع يطيح لين يكسرها مره ثانيه. طيب حتى البي سي اي الان من عام 2016 هذا السقف يعتبر زي الترند، يعني محصن السهم، يعني تصحيحه اللي حصل في السهم لم يقودوا الى كسر هذه القناه والاغلاق دونه، بالعكس هو ارتد منها، سجل السهم ادنى نقطه 32. طيب لو جينا سحبنا له فيبو من عام 2016 الين، شوف السهم يا جماعه صحح تقريبا نص الموج. طب ليه ما قعدنا نفكر ب61؟ ال61 استبعدناها لانه انا عندي السقف ده اهم من ال61، يعني هذا يبنى عليه وممكن يسند نفسه عليه السهم ويبني موجه مره ثانيه لفوق، يصير يرجع الى سقف الدور الثاني. فنحن الان عايشين حتى الان فين؟ في هذه المرحله. شوفوا الان لو تلاحظوا البي سي اي دائما اقول اذا عدى 37، اذا عدى 37، شوفوا الان هو كاسر ال 38 زي السوق وصحح زي السوق 50 في واقف عند ال 37، استنى المؤشر يعدي ال 10938 شكله، عشان هو ايش يسوي؟ عشان يمشي. هو الى الان ما عدى، اظن الله اعلم انه يعني يبغى يسوي زي ما يسوي المؤشر، فواقف يبنط في المنطقه دي. ولو جيت قلت البي سي اي وصل في القاع حقه حتى مستوى 32 ريال، قيمته الان 35.70، يعني كم مرتد من القاع؟ يا دوب 10 11 12 بالمئة. يعني اليوم باغلاق اليوم 35.70، يعني البي سي اي ايش ارتد 10%؟ الا يعتبر ما زال في قيعان الموجه التصحيحيه؟ الا يعتبر
يعتبر انه لسه ما تحرك، ما تحرك في مهده يعني، لسه ما زال في القاع. فلما اجي اقول البي سي اي في قاع، لا يعتبر في قاع، هيجي واحد يقول لي لا فين القاع، القاع في كورونا. اقول له يا ابن الحلال، انت كده بتشطح، بتفتح، بتتكلم عن اشياء ما هي موجود في الرسم البياني. الرسم البياني يقول لك انا من شهر 6 لما وصلت في تصحيحي عند ال 32 ارتديت. طيب التصحيح الثاني اللي نزل فيه السوق 1000 نقطه زياده، يعني لما دق السوق 11096 اول مره في شهر 6 وين ضرب البي سي اي؟ ضرب 32.70. طيب النزله الثانيه فين ضرب البي سي اي؟ 32. يعني زي موضوع البابطين، انه لما نقول كيف اتماسك في 6 شهور ما راح بعيد تحت قيعان شهر 6. طب حتى البي سي اي نفس الحكايه ما راح، هذه شركات محترمه، هذه اصحاب قيم دفتريه ضعف راس المال. فانا هنا امل يدي، ايوه امل يدي واقول البي سي اي سهم حلو. انا يا اخي الان انا ما بشتري بسعر غالي، انا بشتري حتى بسعر مكرر جيد، وشوفوا الان ما شاء الله لا قوه الا بالله السهم كيف متماسك في 6 اشهر، ونحن الان كملنا 7 شهور على الشهري، ونحن نقف فوق هذه المنطقه 50 فيبو 32.70، يا دوب زايدين فقط 10%. طيب السوق كم الان مرتد؟ 800 نقطه، يعني حرام يكون محافظ على 10%. ليش هو السوق بدا يطيح ويكسر ترند عشان يرجع البي سي اي يطيح يرجعك 32؟ هيقعد السهم يحافظ لك على قاع نوفمبر اللي رجع فوق ده. وانا دائما اقول لهم للمضاربين، طالما السهم فوق رقم 35 ريال فنحن قاعدين في البي سي اي ننتظر الفرج وصامدون مع البي سي اي. شوفوا هذا القاع اللي هنا هو قاع نوفمبر من عام 2021، نحن كملنا سنه الان وشهرين، والحمد لله لا توجد اغلاقات شهريه تحت هذا المستوى، الا في شهر ديسمبر يوم بدا تكسير العظام خوفونا شويه، لكن رجع الشهر ده اغلق البي سي اي فوق 35 اللي هو قاعه السنوي. طبعا لو قفلنا نحن فوق ال 37 حيكون اغلاقنا اكثر تميز، لكن هو اغلاقه الشهري في حد ذاته فوق 35 يعتبر مرضي بالنسبه لنا لانها فوق القاع السنوي. على امل ان شاء الله في فبراير ينجح السهم ويتخطى ال 37، ولا احنا ما نبغى ال 37، نحن نبغى يتخطى الترند الهابط. وشوفوا الترند الهابط يا اخوان لا يخترق في فبراير الا باختراق حاجز ال 40 ريال، يصعد السهم يوصل 40، يعني يطلع 4 ريال و30 هلله، تعادل قريب 10% 12% زي اللي جايبها دي. ايش يسوي السهم؟ يوصل عند الترند. هنا اذا وصل عند الترند فاخترق، الله اكبر، حتسمع ابو محمود يغني للبي سي اي، لانه ان شاء الله المره الجايه ممكن نصعد ونروح القمه. وانا ما ادري ليش عندي تفاؤل انه هذا في احتمال يبني دور ثالث، والدور الثالث هو عباره عن لو جينا نظرنا الى الحركه التاريخيه من قمه 2012، شوفوا السقف هذا يا جماعه، شايفين السقف ده؟ هذا السقف، خلينا اوريكم حاجه، لو رجعنا لاصل الموجه اللي صححنا فيها من عام 2014، خليني اوريكم حاجه كمان ما دام الشغله سلطنه، دحين هذه موجتنا عشان نعرف اهدافها فوق، ما زلنا عايشينها ترى، ابشركم الى الان، شوفوا شوفوا بالله، يعني شوفوا الفيبو ده، هذا فيبو ترى الفيبو الاصلي، هذا الفيبو الاصلي، ما دام انا داخل هذا المسار الصاعد من عام 2016 مرورا بقاع كورونا، ها؟ هذا الفيبو الاصلي، الهدف هدف ال 161 فيبو، شوفوا هذا استرا جابها، البي سي اي ما جابها، ترى الحمادي جابها وجاب ابوها، وعندنا شركات جابت امها كمان، وصلت 261 زي دله، البي سي اي ما جاب ال 161 فيبو، السهم كانت قمته في عام 2014 عند 48.30، شايفين؟ 48.30، وين قاع التصحيح في عام 2016؟ كان عند 14.70. هذا الرقم يا اخوان لما اقول لكم السهم الذهبي البي سي اي، انا هذا الرقم متفائل، اذا الله ادانا عمر لابد نشوف في البي سي اي، خاصه بعد افتتاح المصنع الجديد. يا اخي البي سي اي شركه نمو، ترى اسهمها قليل، ترى 27 مليون، يعني في شركات الان اسهمها قليل والله فوق ال 100 ريال وفوق ال 200 ريال زي الشركات الخشاشيه دي. بينما البي سي اي شركه ماليا قويه وعندها مصنع مكلفها مليار وراس مالها كله يا جماعه تعرفوا كم في السوق؟ 270 مليون، وهذه ال 270 مليون قيمتها يعني عنده ضعف راس المال، يعني شركه ما هي عاديه، لكن سبحان الله الله مسلط عليها مضاربين يا اخي
ما هم لعابين يعني زي أسهم الخشاش، يعني ماسكين سهمهم وعارفين قيمته وما بيعطوا له مجال. الأسهم دائما اللي ما فيها خير تلاقوها هي الأسهم اللي تطلع كثير عشان العالم تصرفها. شوفوا ليش تهامة يطلع بسرعة، بس بعدين في النهاية ايش بيصير؟ تخفيض رأس المال وتشوف ضرب تحت الحزام، شيء يبكي. شوفوا أنعام، شوفوا الأسهم الخشاش، بينما هذا السهم خفيف لكن ما عنده حركات. ليه؟ لأنه ما في كميات ياخذوها المضاربين يلعبوا فيها. أما هذاك ممكن يدوروا لك كميات أنعام كلها، ممكن، لأنه ما في خير، السهم بس للعب. أما هذا لا، ما تلاقي كميات، لأنه الملاك الرئيسيين واللي يملكوا كله محتفظ في السهم ومتمسك فيه. بينما أنا أتوقع زي ما قلت لكم إني أنا ما زلت أتوقع إنه الهدف إن شاء الله تعالى القادم إن شاء الله يكون في البي سي آي مستقبلا هنا. طيب متى ينفتح هذا الملف؟ ينفتح الملف لهذا الهدف لو نحن طلعنا فاخترقنا هذا المسار. لو جاء واحد قال لي طيب تعال شوف، لو جينا نحن سحبنا وتد من هنا إلى هنا، بس هدف الموجة دي هيدينا هدف مبدئي هنا في حالة الاختراق قريبا 53 ريال، يعني أعلى قريب القمة دي. بينما نحن في الأصل يا جماعة ماشيين على أدوار عرضية، هذه الأدوار العرضية هي لو بنيناها هتلاقي هي ماشية ضمن هذا السقف الأساسي اللي جاي من قمة 2012 مرورا بقمة 2014 متوازية معها. فنحن إن شاء الله تعالى في البي سي آي ما زلنا نتطلع أن نشاهد في المستقبل امتداد لحركة القمم والقيعان الصاعدة، ونتأمل إن شاء الله أنه مع تحسن ظروف السوق أو اختراق البي سي آي، يعني ممكن البي سي آي يخترق في منأى عن السوق، ممكن. نحن يهمنا نعدي 40 وخلص. وكم بيننا وبين 40؟ مشروع كله 10-11% ويطلع السهم ويشق الطريق بحول الله. وأنا خليك قنوع، أنت إذا وصلت عند 50 أعتبر نهاية مرحلة، لكن تخيل لو قفل فوق قمة 2014. شوفوا المرة الماضية لم يغلق فوق قمة 2014 على الشهري وفضل جني الأرباح. المرة الجاية لو اخترق وقفل فوق 50 أو 48-30 إن شاء الله نشوف طريقه ونشوف ما فعل أسترة يفعله سهم البي سي. إجمالا الإغلاق الشهري شوفت عينه برضو فوق النسبة الذهبية من قمة 2014. شوفوا كم تقرأ النسبة الذهبية، 35-45 مقفل على الشهري فوق 35، فلذلك يعتبر عندنا إغلاقه جيد. وما زالت الأنظار تتجه للبي سي آي في فبراير إنه إن شاء الله في حال تخطي إن شاء الله 40 أو مستويات 78 في 41-10 معناها هنا البي سي آي هذا أقوى إغلاق، وهذا اللي حيخلي الموجة تفرفر إن شاء الله ويصير سهم يشار إليه بالبنان كما يفعل رعاية، كما يفعل الحمادي، كما فعل أسترة، كما فعلت الشركات اللي ما شاء الله كان لها باع في عمليات الاختراق والوصول إلى أهداف أو إلى قممها اللي طاحت منه. وأنا ما زلت، يعني هي الشغلة ما هي توصية، ولكن ما زلت أعتبر البي سي آي من أسهم الفي آي بي بالنسبة لي، من أسهم الفي آي بي. يعني لا يمكن أتخيل نفسي ما عندي بي سي آي كده. سهم حلو ماليا، يعني أنا أرتاح لهذه النوعية من الأسهم من حيث القوائم المالية، زائد إنها خفيف يعني مو إنه أسهمها كثير، فأنا أرتاح لهذه النوعية. حتى لو تعلقت، حتى لو نزل السهم أحس نفسي هرجع الأيام حترجعني إن شاء الله. إن شاء الله نشوف موجة قوية زي ما شفناها من بعد كورونا، جابتنا من قاع 17-90 و18 إلى 50. يعني كم تضاعف السهم؟ تضاعف السهم 150%. لو يأخذني الآن من 31.5 إلى قريب مناطق 70، يعني نفس الحركة، أكثر من دبل. يعني ممكن يجيب لنا طول الموجة دي، يعني إن شاء الله يجيب نصها كمان. لو طلع كده يسوي نفس الحركة بهذا الشكل ونروح. وممكن يكون في البرق السريع أو ما يسمى بالبرق، يعني على نماذج الهارمونيك، في نموذج في الهارمونيك اللي هو زي كده، أحيانا تلاقي السهم طالع بعدين نازل بعدين يسوي لك كده. هذا نموذج وارد جدا. لو كنا ننظر للبي سي آي نلاقي إنه لو أخذنا بس موجته من كورونا واعتبرنا إنه طلع عادي كلها موجة واحدة، واليوم نازل إن شاء الله تجيله الموجة الثانية. طبعا نحن اللي معطينا زي ما قلت لكم سند ومعطينا قوة فنية هو احترامه للمتوسط الشهري، زائد احترامه لسقف القناة القديمة اللي خلت السهم عندما اخترقها بعد كورونا بدأ
اللي هي هذه. فطالما شايف البي سي اي يتداول في الدور الثاني وانت في قاع الدور الثاني، لا تخاف، دائما خليك متفائل. تبغى تخاف؟ خاف اذا قالوا لك كسر واغلق البي سي اي ورجع دخل في الدور الاول، بالذات في حاله الاغلاقات الشهريه.